كي داين الرخيا عارفين انا زين الوقت الحمد لله الاطباء ديالهم الحمد لله اللي يزيدهم العين في العين نور في نور الله يقوي الخيار هذا المرض الله يحيدو على الاسلام والمسلمين داخلا وخارجيا وعالميا الحمد لله كل شيء مليح كل شيء داز مليح كل شيء منظف الحمد لله ونشكره الحمد لله جزاكم الله خير بارك الله على إيجابية اللي جات عندنا المستشفى الفحوصات ديالو الحمد لله لي كونترول كلهم جاو نيجاتيف وهو جا في الاول كان صحته شويه عيان دابا كيما كتشوفوا الحمد لله الحاله ديالو مستقره وراه برا كنتمنوا شي حاجه للحالات اللي باقي معنا اللي هما تما الحالات ديالو مستقره ان شاء الله احنا فرحانين بزاف بالحال كما شفتوا راه في حاله جيده وكنتمنوا الشفاء للجميع وكنقولوا للناس يجلسوا في دارهم لان بهذه الطريقه اللي كنحميو نفسنا من هذا الوباء وشكرا شكرا لك انا حيوني من الموت انا ما نبغيش نعيش عليه اكثر فاكثر مع ولادي الحمد لله اللي بقاني راني الحمد لله نعيش شيء فشيء وبقاني مع ولادي ان شاء الله كانوا يتعاملوا معك الصفا والفرمليات هنا؟ الطب الفرمليات والطب الحمد لله بدلوا الوشده ليطغى كل اي حاجه صبانات والحمد لله كيغسلوني كيديروا كل شيء وشنو تقول لهاد الناس هاد؟ هاد الناس الله اكبر هادو الناس بارك الله فيهم من كيشافوا ويعافيو الحمد لله اللي يزيدوهم الايامات في الايامات ونور في نور والعلم وغير ذلك وعيش المغرب ديالنا المغرب ديالنا مشكور الحمد لله كل اي عالم حمد لله المغرب اللي فيه كل الخير موجود شنو تقول الناس اللي كيخرجوا للزنقه هذا؟ اه شنو تقول الناس اللي كيخرجوا للزنقه شنو تقول لهم في صف ديالكم؟ الناس اللي كيخرجوا وي خصهم يحتارموا يبقوا في دارهم ولادهم اللي ما كاينش ولي يكون مدرسه يديرهم بوضوا في دارهم ايوا يا سيدي ذاك هو واخا يخرجوا يجيبوا المعيشة ديالهم الماكلة لول ولادهم وليهم أعملوا هاد الساعات أتنسيون إن شاء الله هاد النقطة هاد المرض عالمية إن شاء الله غادي الدواء